شهر عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2021، مصادقة عرفت إجماعاً وبالغرفة السفلى للبرلمان رغم الجدل الكبير الذي أحدثه المشروع في مواطن اختلاف عديدة شكلت مربط فرس القدرة الشرائية للمواطن. وما بين أوراق الحكومة والواقع المعاش آراء متخوفة من تراجع القدرة الشرائية للمواطن أمام غلاء مسجل في السلع الأساسية وسعة الاستهلاك. لمسنا انطباعات كثيرة من قبل المواطنين حيث تخوفوا كثيرا على القدرة الشرائية لهم، وذلك من طبيعة الحال. لاحظنا أيضا غلاء كثير على مستوى الوطني في المواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك، وخاصة في المناطق الحدودية وخاصة المناطق الجنوبية، وكما ونذكر على سبيل المثال ولاية بورسعيد مختار. لابد الإشارة إلى نقطة أساسية، أنه رانا بين من جهة تقليص فاتورة الاستيراد، ومن جهة أننا نقع مرات في ندرة بعض المواد سواء الأولية أو المواد الاستهلاكية المباشرة. طيحنا في هذا البارادوكس التناقض اللي يعاني منه المواطن سواء في المواد الغذائية أو الأدوية أو غير ذلك. المهتمون بالشأن الاقتصادي لا يرون خلاصا من الوضع سوى بإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المسطر من طرف الحكومة والرامية إلى خلق فرص شغل وتنظيم الأسواق مع تعزيز دور الضبط والرقابة. إيقاف تدهور القدرة الشرائية ويأتي بإعادة إنعاش الاقتصاد كما هو جاري عليه الحال الآن في برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة. ننظم الأسواق هو بتعزيز دور الضبط والرقابة اللي تقوم به مؤسسات الدولة، وهذا الأمر يعني ممكن جدا، بالإضافة إلى تعزيز الدخل الفردي يعني خلق الوظائف وخلق يعني توظيف الناس والقضاء على البطالة بهذا الشكل. إقرار الدولة بالتزامها تجاه الطبقات الهشة مع إعادة النظر في سياسة الدعم الموجه، بيد أن فاتورة التحويلات الاجتماعية تعرف ارتفاعا كبيرا مقابل ما تحصيه الحكومة من مستحقين، معادلة باتت اليوم تحت أنظار نواب الشعب من أجل الوصول إلى حلول إيجابية.